بريان بدجانا دا دجموين كقبل كأودل وح كسر ده كالفدية دا عيالنا يان حلبانا دا قلياش دجان كدجموين ككلدوان وحنا كالفدية أقول يي دجان كدجمة دا لغاية حلبانا ده دا عيشان لقو قبته حرمت الدولة دهسة دجمة داسي وحنا هالكاس كداري حلبانا دا طبعا كحبناه ككحبنا قلها دجان كدجمة دا لغاية أو أي كم غنايان صدق حلبان قدوميا محكمة دا دجمة دا لغاية أو وكل شيء قدوميا محكمة دا قبل كأودل حنا مناسبة دا دارتا يو دورشة دا قدوميا قلها دجان كدجمة دا لغاية أو لود دورتي عبد الله علي أو نور كقايم قلي قدوميا قبل كأودل تليا قايم تبوليس كقبل كأودل حقيا قبل كأودل سراكيل كترسن مامل كدجمة دا لغاية سلادين وقال يو حقرت كالدوان حنا مناسبة دا سكال دي قدوميا قلها دجان كعصوب دجمة دا لغاية عبد الله علي أو نور وحنا او كوار مي وحيابا او قبان دونو اساقو او قمهاد اليي دادكي صوت دورتي مباحة قلوه مهاد بسينا يا حلدي بانا دي قلوه ديگان كي دمو دلو حيا اسنو دلو ناسني صوت دورتي مباحة قلوه دوينا حرال وياد انو شيخ يا هنا قبان دونو حدو الى هيا ووت الى ووت الى نور قلاتو وحيا ام برلان قادني وردن مباحة قلوه انو نقو حسن يا حداد دلو وياد سيين هنا اذا انو دمين waxaan doonaa sadex iyo toban qasiyo hawl baqawaya ayaa naga rabtaa inaan tan sidoo kale barasaabka gobolka awdal ahmed xadiisid ayaa waxa uu sheegay lugaya waxa weeyaan abdullahi ali aw nur oo ay dhamaan tobankii xubnood ee joogay gudoomiyey uu buu codayn sagaalkii kalena ay codkii siiyeen sidaasi uu ku ansaxsan yahay oo aanu ah gudoomiyey gobolka awdal aan ku ansixiyey inuu cabdillaahi cali aw nuur noqdo gudoomiyihii golaha deegaanka ee degmada lugaya wana kulanka ugu horeeyay ee xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada lugaya ee gobolkan awdal ay qabsadaan waa afi tv ga qaranka somaliland boorama